دكتور، عايزة ارجع لك بقى مع نقطة مهمة جدا. الموبايل اللي بقى في ايد كل طفل دلوقتي، وهو تقريبا ما بيسكتش غير وهو ماسك موبايل. تمام. نعمل ايه؟ هو حكاية الموبايل بتعمل كوارث بعد كده، وهي دلوقتي فكرة بقى كل أم بتستسهل إنها تسكت ابنها وأحطه قدام التلفزيون أو أديله الموبايل يمسكه. أنا المفروض إن أنا أدور على البدائل، لأن لو دورت على سلبيات الموبايل هلاقيها كتير، بتأثر في سلوكه وبتخليه هايبر أكتيفيتي، وبتخلي معدل الطاقة عنده زيادة، وبتخلي عنده تشتت انتباه، وبتخلي عنده مشاكل بعد كده في المدرسة لما بيبتدي يلتحق بالتعليم. طب أنا ليه أوصله لكل المشاكل دي؟ أشوف المفروض بدائل، بدل ما يمسك الموبايل يلعب بيه أخلي ليه وقت معين في اليوم، تلت ساعة بس متفرقة على مدار اليوم، وباقي اليوم أجيب له ألعاب بازل، أجيب له ألعاب صلصال، أجيب له قصص أحكيها هو مش وأخليه. هيلعب، هيزن، هو مع مش هيسكت، هي هيزن. الفكرة إن أنا أدور على المدخل اللي أدخله بيه اللعبة، يلا نلعب مع بعض، أنا عملت كذا، ممكن تصورها لي؟ طب يلا أنت أعمل دي، ممكن أصورك؟ يلا علمني أنت إزاي بتعمل دي، وأبتدي أقدره وأشجعه. وأغير النشاط كل ساعتين، يعني مرة بازل، مرة تلوين، مرة صلصال، مرة نلعب بأي حاجات موجودة حوالينا زي المكعبات، حاجات كتيرة، أنوع الأنشطة اللي طب موجودة في الرياضة يا اليوم. دكتور مهمة في حياة الطفل؟ طبعا الرياضة من تمام. الحاجات اللي بتعلي مستوى الذكاء للطفل، ومن الحاجات اللي بتقلل فرط الحركة عند الأطفال، وبتعالج مشاكل تشتت الانتباه، وزي ما بيقولوا العقل السليم في الجسم السليم. والرياضة لو أولياء الأمور اعتمدوا عليها في تعديل سلوك ولادهم اللي هما بيشتكوا من فرط الحركة والهيبرة والتمطيط المستمر، هيخفض معاهم الطاقة جدا. نبتدي معاهم من سن كام؟ يعني أفضل سن 3 سنين. 3 سنين، الطفل صغير بيبتدي شوية. يتكلم، هو على حسب تكوين معدل اللغة، يعني الطفل مجرد ما ابتدى يتكلم خلاص ممكن ان انا اخليه يلعب في رياضات. ببتديها في الاول بتديله ثقة بنفسه، زي الالعاب الفردية، ان هو يحس منها ان انا قادر اعمل حاجة وعندي مهارة معينة. والحاجة التانية الالعاب الجماعية، وديت عشان تعلمه التفاعل الاجتماعي بشكل كويس.